جئنا إلى المكان هذا في 21، وانبهرنا من ما لاحظنا ومن ما شاهدنا من فعاليات تعكس ذلك للجهود التي بذلت من قيادة اللواء والضباط والمشتركين أيضا في بمناسبة يوم 11 فبراير و21 فبراير. وهذا يدل على شيء، ما يدل على اهتمام قيادة الجيش الوطني ممثلة برئاسة الأركان العامة والقيادة السياسية لبذل الجهود لتصحيح كل عمل الجيش الوطني في سبيل إخراج الميليشيات المسلحة. العقيد علي محمد الحوري، أركان حرب اللواء 21. بسم الله الرحمن الرحيم. عملية اليوم في ذكرى عزيزة وغالية على الشعب الأمني، وهي ذكرى انتخاب الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي. وعملية اليوم هي عبارة عن تخرج الدفعة الثانية من دورة المهارات القتالية من مقاتلي اللواء 21 ميجا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العقيد مهدي برهوت، قائد الكتيبة الرابع في اللواء 21 ميكا. في هذا اليوم نشهد تخرج الدفعة الثانية من دورة المهارات الخاصة في اللواء، وهذه الدورة ستعطي الدماء الشابة والجديدة لدعم صفوف المقاومة والجيش في هذه الجبهة الشرقية من محافظة شبوة. ونحن نقول من هنا أننا سنوصل صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. لا بد من صنعاء وإن طال السفر، لا بد من صنعاء وإن أبى عفاش، لا بد من صنعاء وإن تكبر عبد الملك الحوثي، لا بد من صنعاء وإن طال السفر. نحن في هذه الجبهة نريد من جميع المقاتلين مع المقاومة يكونوا يد واحدة للحفاظ على هذه المنطقة وتحريرها من الحوثيين وعصابات عفاش بكل ما يأتوا من قوة. وهنا لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله على ما يقدمه وليوليه من اهتمام بالقوات المسلحة والأمن والمقاومة كذلك، ونشكر التحالف على رأسهم الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ونشكر جميع من ساهم وعد وأعطى لنا العتاد والأسلحة وكل ما يعني نعتنيه أو نقتنيه في المعارك. ولكم جزيل الشكر. المقدم جمال العسل، مدير مكتب قائد اللواء 21 ميكا. نحن اليوم في هذا المكان نحتفل بتخرج الدفعة الثانية مهارات قتالية خاصة من وحدات اللواء 21 ميكا. هذا اللواء البطل الذي كان من الألوية السباقة لتأييد القيادة الشرعية ممثلة بفخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. وقد شهدنا من قبل ذلك في منطقة العبر تخرج الدفعة الأولى مهارات قتالية خاصة، وكل هذا يأتي في إطار الإعداد والتدريب والتأهيل حتى يكون المقاتلين يؤدون مهامهم القتالية على دراية وبصيرة وبمهارات قتالية عالية وإنجاز المهمة بأقل وقت ممكن وبأقل الخسائر الممكنة بإذن الله عز وجل. شكرا.